تقدم على ربما رفع الكرة، رفع الكرة وليس بشكل صحيح، يستفيد منها والهدف الأول، الهدف الأول من فوديمور، فوديمور يوقع له الهدف هذا اللقاء. كانت العرضية ليس بالشكل الصحيح ولكن حسن تصرف من فوديمور يعلن له الهدف هذا اللقاء ولمصلحة اللاعبين. عرضية يفضل العرضية رأسية من حريبش، رأسية من حريبش، التبديل الورقة الناجحة من حريبش ورأسية على يمين، على يمين أحمد عياد، هدف التعديل. تقدم وهيب ويسجل، يسجل وهيب هدف ثاني لمصلحة لاعبي فريق ساريا، فرحة لاعبي فريق ساريا. على يسار عمار مسعود يفلح في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة صغير، خطير الصغير، عرضية من الصغير تبعد في الأولى وتسديد الكرة لهدف التعديل، هدف التعديل عن طريق أحمد الدهماني، أخطأ البوسامين في الأولى ونجح الدهماني في التعديل في آخر دقيقتين في الدقيقة 23، الدهماني الورقة